سيد النائب المحترم الأستاذ مصطفى الإبراهيمي. الدكتور مصطفى الإبراهيمي. خليوني راه فيا لو تراكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، السادة الوزراء المحترمين، السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لمناقشة الميزانيات القطاعية برسم السنة المالية 2012 للقطاعات الاجتماعية، حيث عرف هذا المشروع أو مشروع القانون المالية مجموعة من الإجراءات الأفقية لدعم الوضع الاجتماعي الذي يعد المجال الأكثر تأثراً بالأزمة. ومن بين هذه الإجراءات الأفقية وكذلك القطاعية نذكر دعم صندوق المقاصة لرفع دعم القدرة الشرائية وتعميم التغطية الصحية ودعم السكن الاجتماعي وخاصة الكراء الأقل من 1200 درهم ودعم التشغيل وصناديق التكافل العائلي والتماسك الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل. واسمحوا لي السيدة الوزيرة المحترمة أن أبدأ مداخلتي هذه بالقطاع الذي تشرفين عليه، أي قطاع التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية. السادة النواب، السادة الوزراء، كما تعلمون أن تشخيص الوضعية الاجتماعية لا تبعث على الكثير من الارتياح، ويظهر ذلك من خلال العديد من المؤشرات، وهي كالتالي: تراجع مرتبة المغرب من 114 إلى 130 سنة 2010 و2011 من أصل 182 دولة، الفقر 8.5 مليون، السكن هناك عجز أكثر من 700,000 وحدة ولا زالت هناك 43 مدينة صفيحية، البطالة أكثر من 1,024% من حاملي الشهادات يعانون البطالة، الأمية 30%، الهدر المدرسي 11% في الثانوي الإعدادي و 24% و 18% بالنسبة للسنة الأولى من الجامعة، وفيات الأطفال 32 في 1000 و 132 بالنسبة للنساء، 132 لكل 100 حالة ولادة جديدة، الطلاق 60,000 حالة، وهناك اليوم حالة طلاق لكل 5 حالات زواج بدل حالة طلاق لكل 7 حالات زواج قبل 10 سنوات. والسؤال والمشكل المطروح اليوم، هل المشكل هو المشكل المجتمعي هو تزويج القاصرات، أم مشكل نسبة الطلاق المرتفعة ونسبة تأخر سن الزواج والعنوسة؟ ثم مديونية الأسر، أكثر من 26% من هذه القروض موجهة للأسر ب 169 مليار من الدراهم، وتمركز الثروة والفوارق بين الجهات والفئات. لذا ونحن في فريق العدالة والتنمية نعي بأن النهوض بمجال التنمية الاجتماعية هو مجال أفقي، ولوزارتكم الدور المحوري في التنسيق بين مختلف القطاعات لسن سياسة التقائية. وهذا ممكن سيدة الوزيرة مع حكومة تتوفر على الإرادة السياسية والدعم الشعبي وصلاحيات الدستورية. ونحن نثمن ما جئتم به السيدة الوزيرة المحترمة من استراتيجية 2012-2016 لتوحيد القطب الاجتماعي من المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارتكم، كالتعاون الوطني
ووكالة التنمية الاجتماعية في تقاطع مع ما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا يطرح كذلك إشكاليات تداخل الصلاحيات وتكرار المشاريع بين وكالة التنمية الاجتماعية والمبادرة الوطنية، ويجب إيجاد حل لهذه الإشكالية. في المجال الجمعوي، اسمحوا لي السيدة الوزيرة أن أحييكم لتلبيتكم للطلب الذي تقدمت به لجنة القطاعات الاجتماعية بإحضار لوائح الجمعيات التي استفادت من دعم الوزارة، مما مكن أعضاء اللجنة من الوقوف على عدة اختلالات، منها استفادة بعض الجمعيات من أكثر من دعم في نفس السنة من الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، بل أكثر من ذلك هناك بعض الجمعيات ممن استفادت من أكثر من مديرية داخل الوزارة التي تشرفون عليها. بالمقابل نجد بأن بعض الجهات في مقابل هذه الجمعيات المحظوظة لم تحظى إلا ببعض آلاف الدراهم، والجمعيات حظيت بملايين الدراهم، جهات كاملة لم تستفد، مما يعد ريعا وجب فتح تحقيق في مآلات هذا الدعم ومعاييره ووقعه الاجتماعي. وقد ركزت استراتيجيتكم في المرحلة 2012-2016 على العناصر الآتية: تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته، النهوض بالعمل التكافلي والتضامني، العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية من خلال الترسيخ المؤسساتي للمساواة، مناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي وخلق تكافؤ الفرص، وذلك في تناغم تام مع ما جاء به الدستور خاصة الفصل 19 على تمتيع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما نص في مقتضيات أخرى على ضرورة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في ولوج الوظائف، ومنه تم التأكيد على تبني مقاربة مندمجة بين كل القطاعات الحكومية والجهات النسائية والحقوقية والسعي لتحقيق المناصفة. وعلاقة بتكافؤ الفرص، فإن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من تمييز كبير ووضعية اجتماعية واقتصادية صعبة، سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الأسر التي تتكفل بإعالتهم، مما يستدعي من الحكومة رصد اعتمادات مالية خاصة لهذه الفئة ضمانا لتكوينها وإدماجها في سوق الشغل، بل في كل السياسات العمومية. وبخصوص الفقر، فالتدابير الأفقية لدعم القدرة الشرائية وتعميم التغطية الصحية ودعم السكن الاجتماعي ودعم التشغيل والصناديق التكافل والتماسك الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل وغيرها من التدابير تدل فعلا على أن هذه الحكومة حكومة اجتماعية بامتياز بالرغم من الأزمة الاقتصادية. وعلاقة بالتشغيل والتكوين المهني، ففي مجال التشغيل نلاحظ إذا كان مشروع القانون المالي 2012 قد جاء بتخصيص 26 ألف منصب مالي للقطاع العام، وهو يتجاوز بكثير متوسط السنوات الماضية 17 ألف منصب، إلا أنه للنهوض بالمسؤولية المتعلقة بتوفير مناصب الشغل الضرورية لاستمرارية أداء المرفق العمومي وتحقيق الحد الأدنى من خدماته وبرفع نسبة التأطير في القطاعات الاجتماعية الحساسة كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، ولمواجهة الخصاص الذي خلفه أو خلفته المغادرة الطوعية والتوقعات المرتبطة بالخصاص الناتج عن اتساع الحاجيات ومخلفات الإحالة على التقاعد، وجب على الحكومة بذل مجهودات أكبر في السنوات المقبلة. وفيما يتعلق بسوق الشغل، فإن اختلال الاختلالات التي يعرفها اليوم يطرح ثلاث أنواع من البطالة بالمغرب: أولاً بطالة غياب الملائمة الكمية، وتعزى إلى عدم خلق مناصب شغل كافية من طرف الاقتصاد
الذي بلغ نسبة نمو معتبرة دون التقليص من مخزون البطالة لأقل من 1,000,000 شخص. بطالة غياب الملائمة النوعية بين العرض والطلب لليد العاملة وما يمثله ذلك من خلل في ملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل، ثم بطالة اختلالية والتي تشير إلى وجود ثغرات في هياكل وآليات الوساطة، مما يتطلب حكامة جيدة وجديدة للتنظيم وملائمة التشريعات الحالية مع متطلبات سوق الشغل. وانطلاقا من هذا التشخيص، نتفق وندعم تدابير السياسات العمومية التي جاء بها البرنامج الحكومي من خلال سياسة إرادية عبرت عن التزامات واضحة وقوية في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، والتي اعتمدت فيه على ما يلي: مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي ومنتج للثروة، باعتبار ذلك هو المدخل الحقيقي للتشغيل المنتج، مع ضرورة ربط نسبة النمو بالتشغيل. تعزيز فعالية الاستثمار العمومي المنتج للثروة والشغل، تحقيق نسبة نمو 4.2% مع ضبط التضخم وتخفيض البطالة بنقطة واحدة، إصلاح صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية والاستهلاك الداخلي، تتبع تنفيذ وتطوير برنامج التشغيل القائمة، تأهيل إدماج ومقاولة وتحسين جدواها مع الاعتماد أو اعتماد برامج جديدة مثل برنامج تأطير وبرنامج مبادرة، إدماج الاقتصاد غير المهيكل الذي يساهم بشكل مهم في تقليص البطالة ب 26% من مناصب الشغل من خلال برنامج استيعاب لمعالجة إشكالية هشاشة الشغل بهذا القطاع ومحاربة الشغل الناقص وغير اللائق. وإذ نتمن ما جاء به في التصريح أو ما جاء في التصريح الحكومي من التزامات بمضاعفة مردودية التشغيل الذاتي من خلال مواكبة المقاولات الجديدة وتمكينها من ولوج الصفقات العمومية، إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، صندوق التماسك الاجتماعي. إلا أن تعزيز احترام قوانين الشغل واحترام شروط الصحة والسلامة وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي وكذا الالتزام بتعزيز الديمقراطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية وإصلاح نظام التقاعد تبقى أوراشا مفتوحة تحتم على الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين الانكباب عليها لإيجاد الحلول المناسبة للأجير والمقاولة والاقتصاد الوطني لرفع تحديات المنافسة والأزمة الاقتصادية، مما يفرض تنزيل التشريعات اللازمة فيما يتعلق بتأسيس النقابات أو تنظيم حق الإضراب. وفي هذا الإطار، ونظرا للدور الذي يمكن أن تقوم به مفتشية الشغل وتحسين علاقة الشغل والتخفيف من حدة التوترات الاجتماعية، فإنه يجب العمل على تعزيز قدراتها وإمكانياتها المادية واللوجستيكية لتغطية جميع المؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل مع توسيع صلاحياتها القانونية، كما يجب دعم مجال طب الشغل واحترام شروط الصحة والسلامة. وفيما يخص التكوين المهني، فإننا نسجل التطور الكمي دون النوعي الذي عرفه التكوين المهني، كما نسجل أن الطاقة الاستيعابية لا تزال غير كافية بالمقارنة مع الطلب المتزايد، حيث بلغ عدد المتبارين 4 طلبة على المقعد الواحد. وتبقى قضية ملائمة التكوين مع الحاجيات المتجددة من الأطر والكفاءات التقنية المتخصصة، سواء في المجالات الاجتماعية أو التقنية كالمهن الجديدة ذات الصلة بالتكنولوجيات الدقيقة، أحد المداخل للنهوض بالتكوين المهني وتوفير اليد العاملة وأطر تقنية ذات تكوين عالي يتلائم مع الحاجيات الوطنية والعالمية المتزايدة. أما قطاع الصحة، فيعتبر الحق في الصحة حقا دستوريا وحقا من حقوق الإنسان، وكذا رهانا تنمويا ومطلبا من المطالب الاجتماعية. والإجراءات التي وردت في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة ب
رسم السنة المالية 2012 تأتي في غالبيتها للاستجابة لهذه الحقوق، والنهوض بهذا القطاع يعد مؤشرا حقيقيا للتطور وللعدالة الاجتماعية، ولا يمكن الحديث عن أي ديمقراطية ما لم يتم دمقرطة وتيسير الولوج للعلاجات بشكل عادل بين الجهات والفئات والأجيال. ولعل غياب التوزيع العادل للعرض الصحي من مؤسسات ووسائل التشخيص والعلاج بين العالمين القروي والحضري ثم بين الفئات، وقلة الموارد البشرية تعد من بين الاختلالات البارزة للوضع الصحي بالمغرب. وتأتي ميزانية 2012 بحوالي 12 مليار درهم، أي بزيادة حوالي 10% مقارنة بالسنة الماضية. ومن أهم مرتكزاتها تحسين الحكامة داخل القطاع الصحي، تنظيم وتحسين العرض الخدمات الصحية كالخدمات الاستعجالية وصحة الأم والطفل والأدوية، وتدعيم العرض الاستشفائي وعرض العلاجات الأولية والصحة القروية، وكذلك التغطية الصحية وتعميم نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود والتغطية الصحية للمهن الحرة. إلا أن صرف ميزانية الاستثمار رغم ضعفها لا يتجاوز النصف، مما يعد مشكلا هيكليا يجب انكباب عليه، وهذا يطرح مشكل الحكامة. وهذا الوضع ينعكس سلبا سواء على الموارد المادية أو البشرية ومردوديتها. وتخصيص 2000 منصب شغل مالي يعد دفعة مهمة لسداد الخصاص، لكنه لا يمكن من بلوغ العتبة الحرجة، أي 2.5%. أما مشكل وفيات النساء والأطفال فلا زالت نسبته عالية بالرغم من انخفاض الملحوظ من 227 إلى 132 لكل 100,000 وفاة للنساء لكل 100,000 مولود جديد، مما يستوجب ضخ كل الطاقات والإمكانات لبلوغ الأهداف الطموحة لخفض هذه النسب إلى 50 لكل 100,000 بالنسبة للنساء و20 للألف بالنسبة للأطفال. فيما يتعلق بالأدوية والصيدلة، فقد ميز هذه الميزانية إعطاء أهمية بالغة لوضع سياسة دوائية والعمل على تخفيض أسعار الأدوية بشكل ملحوظ، والرفع من صرف ميزانية الصيدلية المركزية لوزارة الصحة التي لا تتجاوز 48%، وتشجيع الدواء الجنيس والصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز دور الصيادلة بالقطاع العام والخاص وخدمة المواطن المريض في أفق إرساء تغطية صحية شاملة. كما يجب توسيع وتعزيز مجموعة من البرامج الصحية ومراجعة بعضها كبرنامج مرض السل الذي ما فتئ يسجل نسبا عالية، مع خلق شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فيما يتعلق بالشباب والرياضة، لا زال الشباب يشكل القاعدة الواسعة للنسيج الديموغرافي المغربي، والاستثمار فيه هو استثمار في ثروة المستقبل. لذا وجب على الحكومة استثمار الدراسات التي أعلنت نتائجها منذ مدة أو أعلنت المندوبية السامية لهذه النتائج للتخطيط حول التحديات التي سيواجهها الشباب في أفق 2014، كالاستقرار العائلي والتشغيل والتعليم وفقر الشباب والصحة والمخدرات والتأطير، مما يتطلب نهج سياسة عمومية شاملة ومندمجة ومطبوعة بطابع الاستقرار في مجال الشباب، سياسة تتعامل مع الشباب بوصفه فاعلا لا على أساس مجرد موضوع لتدبير الوقت الثالث، سياسة تؤسس لثقافة المواطنة والمسؤولية، وتحصن شبابنا من الثقافات الهدامة الوافدة التي سرعت بانتشار عدة آفات اجتماعية متعددة مثل تعاطي المخدرات والفساد، هذا فضلا عن تأسيسها لضعف الانخراط في الحياة العامة، حيث كشفت بعض الدراسات أن أقل من 3% من الشباب الأقل من 35 سنة هم الذين ينخرطون بالجمعيات، وأقل من 1% الذين ينخرطون بالأحزاب السياسية. وحتى نتمكن من بلورة أداء عمومي قادر على الإجابة على تحديات الشباب المتنامية، لا بد لنا في البداية أن نؤكد على بعض المقتضيات. إن القضايا أو قضايا الشبابية هي قضايا ذات طبيعة شاملة وأفقية تتخلل مجموعة من القطاعات، كما أن الإسراع بتأسيس المجلس العالي للشباب وإخراج قانونه التنظيمي يعد ضرورة ملحة، وكذا الاعتناء بالمعهد الوطني للشباب والديمقراطية ودعمه مع إيلاء الأولويات أو الأولوية للمنظمات الشبابية. ومن بين الإجراءات المقترحة أيضا
استحداث بطاقة الشباب لتيسير استفادة الشباب من الخدمات الاجتماعية والثقافية والسياحية، استفادة الشباب والطلبة من الخدمات بالأحياء الجامعية والداخليات، ونتمن إقدام الحكومة على الرفع من قيمة المنح والرفع والعمل على إخراج التغطية الصحية للطلبة. فيما يتعلق بالتخييم، يعتبر من أهم البرامج الحالية وأكبرها، حيث أن ميزانية التسيير لمديرية الشباب والطفولة نسبة كبيرة منها مرصودة لهذا البرنامج، وبالرغم من ذلك يجب العمل على توفير الجودة وتغليب الكيف على الكم، تهيئ البنية التحتية لفضاءات التخييم، ضمان الأمن والسلامة مع ضرورة إعمال هيئات المراقبة، ضرورة معالجة التلاعب في المنح والصفقات، العمل على تطوير مضامين التكوينات والتداريب، تشجيع دور الجمعيات العاملة باعتبارها الشريك الأساس للوزارة، والزيادة في الدعم الموجه لها، توفير التأمين للمخيمات. ويتعين إعادة النظر في دور وتدبير مراكز حماية الطفولة، وإعادة الاعتبار لدور الشباب مع تطوير البرامج وآليات اشتغالها والرفع من إعدادها. فنحن نتوفر اليوم على 540 دار شباب للملايين من الشباب، وهي غير كافية. أما الرياضة، فإقصاء الفريق الوطني من كأس إفريقيا الأخيرة بالرغم من استقدام مدرب براتب سري ومستفز وبدون أداء للضرائب، هي عنوان واقع هذا القطاع الذي كان قطاعاً ريعياً للعديد من الانتهازيين الذين لا يمتون بصلة للرياضة لا الفردية ولا الجماعية، وهو يعرف مجموعة من الاختلالات المنافية لنبل أهدافه بعيدة عن توصيات المناظرة، سواء تعلق الأمر برياضة النخبة أو الرياضات الشعبية. لذا ندعو الحكومة إلى تفعيل التوصيات الصادرة على المناظرة واتخاذ إجراءات جريئة، وخصوصا ما يتعلق منها إعادة النظر في نظام الحكامة وديمقراطية الجامعات، توسيع نطاق ممارسة الرياضة لتشمل المناطق المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة، تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية ملائمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها القطاع، وإخراج قانون ووكالة محاربة المنشطات. وفي الأخير، يتعين ضمان حق النساء والفتيات للوجود للتربية البدنية والرياضية دون تمييز على أساس اللباس أو المجال، وتمكينهن من أوقات وتجهيزات رياضية خاصة باحتياجاتهن واحترام خصوصيتهن كما تنص على ذلك المواثيق الدولية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.